السلام عليكم ورحمة الله. أنا اليوم بغيت نتكلم لكم على واحد المقدم ديالنا اللي هو بالعربي محمدي. مشينا نجيبو من عنده الورقة ديال باش نسوقو، قال لك ما تقربوش لعندي وما نعطيكو لا ورق لا والو، ما كاينش، وما جابنا لا ورقة لا تا شي حاجة باش نمشيو لحد. هو الاصل ما كيدور علينا، ما كيعلمنا حتى على شي حاجه تكون زينه ولا شي هنا، ما كيعلمناش عليها. كان شي حاجه باش شي بروسي ولا شي حاجه ما كيعلمك، المهم حتى كتمشي ينحكم عليك الدوسي وتخلص. هادشي اللي كاين، ما كيعلمك بشي حاجه الا كانت زينه ما يعلمك بيها، كانت شهاده ديال المدرسه ما يعلمك بيها. ودابا من الاحد اللي كملها كاع هاد الورقه ديال اللي عطاونا، ما عطاونا حتى شي ورقه من عنده، ما جاتنا حتى شي ورقه. ودابا كنطلبوا حنايا من السلطه ومن سيدنا الله ينصرو يشوف مع السيد ويشوفنا حنا رانا غير في الباديه في العروبيه. وهاد السيد راه المهمه شنو نقول لك، راهم الناس باش يجمعوا باش يحيدوه، ومنين يجمعوا باش يحيدوه دفعوا لاكارطات وهادي تحيد من الرباط. ولكن من العمالة ديال توريت مازال خدام، مازال الدوسي عنده معلق في العمالة ديال توريت. والمهم هاد الشيء ما عرفناش حنا، هاد الشيء اللي كيعاونو من السلطة ما عرفناش شكون هو. وحنا نتمناو الى هاد المقدم راه دايرين السلطة ودايرين هادو، نتمناو يكمل اللي كيقولوا له السلطة يأديه، ولا ما يقدرش على هاد المسؤولية ديال السلطة. نتمنى يعطيونا شي مقدم خور ولا يصيفطوا لنا ورقي مع شي مقدم خور. وما هذا حنا راه ما خدامناش، راه ما خدامش. ومهمة الشهادة اللي تقول له اعطيني شهادة السكنة يقولك ما نعطيك، ولا خاصك حتى تخدم له ولا تخلصه وعاد باش يعطيك شهادة السكنة، ولا ماشي شهادة باش يعطيها لك. المهم خاصك تدير معاه شي حاجة، المهم ولا تخلصه يعطيك شهادة السكنة. اما من هاد الشهاده ديال السوق هادي ما دار علينا، ما جانا ما والو. كاع المقادم كيجيو كيدوروا على الناس اللي مقدمين عليهم وهادي، ولكن حنا مازال ما شفناه. هو كاع مازال ما شفناه، كاع حنايا ما شفناش. وما كسميت المقادم كاع جابوا الناس الورق الى الدار، جابوهم لهم وهذا ما جبنا لا اوراق لا والو. ومنين عاودت نبرحوا على حساب السوق قال لهم ما تبقاوش تمشيو للسوق هادي. جاو المقاديم قالوا الناس ما تسوقوش، حنا كنسمعوا الهضره غير مع الناس وهم مازال ما شفناش. كاع دابا مازال ما شفناش. نطلبوا من المسؤولين يديروا خدمتهم. والسلام عليكم ورحمه الله.